يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. لابتوب وطابعة فايبر ليزر، ماكينة فايبر ليزر ممكن تنتج أشكال وألوان على أي شيء تطبع، على المعدن، على البلاستيك المطلي، هي اختصاصة على المعدن، أقوى شغل تطلع على المعدن على الآيفون. تعالوا شوف هسه إيش راح نطبع. طبعا سعرها $1,990 بدون الراوتر، الراوتر اللي هو يشتغل على الخواتم أو الشغلات الدائرية، اللي يشتغل على العدل سعره $1,990. شغل مالته جدا سريع هسه مثل ما تشوفون، هاي طباعة لا مسرعية ولا شيء، طباعة طبيعية كلش سريع. مع العلم هاي الصورة، الصورة هي أبطأ شيء، عرفت شلون؟ الصورة جدا بطيئة، هذا عندك غير شيء يشتغل سريع بس الصورة بطيئة، لأن الصورة يراد لها دقة ويراد لها شنو براحتها تشتغل. أما إذا عندك لوجو أو كتابة أو شيء لا، روح ركض. هاي أسرع طابعات الفايبر ليزر، سعرها $1,990 بدون شحن، ضمان لمدة سنة، قوة 20 واط. دائما لازم تعرفون اكو فرق بين الفايبر ليزر وبين الليزر. وهذه صورتي، شوفوها شلون حلوه، راح تكمل بعد شويه. اكو فايبر ليزر واكو ليزر، هذه فايبر ليزر منضديه، الليزر اللي يشتغل على الخشب، على ام دي اف غيره. الفايبر ليزر اختصاص معدن، ممكن يشتغل على بعض الامور لكن ما يشتغل على الخشب، اختصاصه معدن. افضل شيء كل انواع المعادن، ستيل ستيل، عندك ستيل، فضه، ذهب، اي شيء ينطش، يعني ممكن حتى ينزل حفر، عرفت شلون؟ يعني ممكن نسوي به كتابة بارزة أو كتابة محفورة بس ما ممكن يقطع، لأن هذا 20 واط، اللي يريد قطع لازم ياخذ أكبر من هذا، يعني أكثر من 20 واط. تخيل أنت ميدالية ستيل ستيل جميلة، تطبع عليها صورة مثل صورتي هاي الحلوة، صورة ياسر بابا، طبعا بالأبيض والأسود فقط، هذا مو ملون، يعني مو طابعات ملونة. مثل هذا الشغل على ميدالية أو بزنس كارت، يعني كارت شخصي مثل ما تشوفون هسه حاليا، تستفاد به خير من الله. يعني هاي الطابعات كلش حلوة، كل شيء ما تحتاج، بس شغلها بالكهرباء وشوية خبرة عندك بالتصميم وخلاص. مثل هسه هاني ما مصمم أي شيء، هاي الصورة هي نفسها، أما إذا تريد أن تصمم فبعد يكون أفضل. إذا عندك تصميم مثلا صورة وتكتب عليها خلينا نقول ياسر بابا أو عيد ميلاد سعيد أمي وعلامات وهاي السوالف، كل ما تسوي أحلى كل ما ينجح عملك. على فكرة تقدر تشتغل بالإنترنت، خليها ببيتك، حتى إذا كنتي أنت بنت تخليها ببيتك ومشروع تشتغلين به وعن طريق الانترنت والتوصيل وكذا، ما يحتاج الشخص بس يدز لك الصوره مالته ويدز فلوس وتدزيله عن طريق التوصيل، يعني مو الا محل ببيتك وبالانترنت تقدر تشتغل ارقى شغل. اي قطعه معدنيه ممكن تشتغل عليها. اذا تريد تشتغل على الخواتم او الشغلات الدائريه لازم تضيف واحد جهاز اسمه راوتر، سعره $200. الماكينه سعرها $1,990 بدون شحن. ليش ما انت سعر الشحن؟ لان دوله عن دوله تختلف. انا اشتغل تقريبا عندي 7 مكاتب 7 دول بس اشحن اكثر من 20 دوله. ماكينه ما شاء الله تبارك الله، شوفوها 3 دقائق تقريبا، اي 3 دقائق كملت الصوره، لان الصوره بطيئه، اداء كتابه يمكن ثانيتين 5 ثواني يخلص اداء كتابه، بس الصور تتاخر. هاي صورتي ايام شبابي من كنت مزين شعري. صراحة هاي الماكينة كلش حلوة، هاي مشاريع بيها خير من الله، مشاريع مربحة وبيها خير من الله. هسه بعد شوية إن شاء الله راح أنزل لكم واحد فيديو ثاني، راح أطبع غير صورة، صورتي أني و 2022 من طول شعري. شوف الدقة مالتها، فشي روعة، صح؟ روعة لا مو روعة؟ قلوا لي. هاي الثانية